قبل ما استعرض مع حضراتكم النهارده معانا ايه في حلقتنا، في الحقيقه في موضوع مهم جدا ومشكله بتكون سبب في نهايه رحله ابطال كتير بشكل مبكر، وابطال عندهم كل المعطيات الامكانيات اللي تخليهم نجوم كبار في الرياضه اللي هم بيمارسوها، وهو بين قوسين الياس في كل الالعاب، في الالعاب الفرديه خصوصا بتكون دايما البدايات صعبه جدا على المستوى النفسي والمادي كمان، واحيانا وفي الحقيقه يعني احنا كلنا اكيد معترفين بده، وده لظروف كتير اهمها يمكن هي القدرات الماليه لبعض الانديه اللي بتهتم بالنوع ده من الالعاب، وكمان كثره اعداد الممارسين في الاعمار السنيه الصغيره، ده بيبقى في عدد كبير جدا. باختصار كده والكلام ده اكده كل نجومنا انك عشان تكون بطل لازم تنحت في الصخر في البدايه، ولازم تطلع على دراعك زي ما بيقولوا، ولازم تساعد نفسك، وإن كان الوضع ده اتغير شوية دلوقتي بسبب مجهودات طبعا مؤسسات الدولة بتدي اهتمام كبير جدا للرياضة والرياضات الفردية، والأبطال اللي هدفهم إن هم يرفعوا علم مصر ويحققوا إنجازات كبيرة، وعلى رأسها طبعا جهاز الرياضة العسكري الداعم الأول لكل الأبطال واللي بيخرج معظم أبطال مصر في الرياضات الفردية. رسالتي هنا لكل أولياء الأمور، لكل الأهالي اللي بيتفرجوا عليا، إن هم يدعموا ولادهم ويفهموهم إن البطولة مش بتيجي بسهولة، وإن الولد أو البنت محتاجين يعملوا المستحيل ويتمسكوا بحلمهم، وإن طبيعة وسمة أي رياضي هي الإصرار والتمسك بالأمل مش بالألم. الألم هنقابله في طريقنا، ولكن الأمل إن احنا نتمسك بيه، نتغلب على كل الصعاب اللي بتمر علينا. حياة الرياضي مختلفة تماما عن حياة أي إنسان عادي. حياة الرياضي البطل فيها حاجات كتير جدا بيتحرم منها، ما فيهاش سهر، إنه ياكل أي حاجة تيجي على باله في أي وقت، لأ، إنه يخرج ويتفسح ويسافر ويصيف، لأ، كل التفاصيل دي حياة الرياضي بيبقى محروم منها. حياة الرياضي البطل عبارة عن أكل محسوب الكمية، التوقيت، تدريب مرتين وتلاتة في اليوم، وممكن يبقى فيه 4 حصص تدريبية كمان، معسكرات، مشاركة في بطولات. لازم الولد أو البنت يفهم إن حياته كلها هتكون كده، ده لو عايز يبقى بطل، بطل عالم، بطل أولمبي، الميدالية الأغلى اللي بيحلم بيها كل أبطالنا. شفنا أبطال كتير في تاريخنا واجهوا صعوبات في بداية مسيرتهم، الطريق عمره ما بيكون مفروش بالورود، دايما بأكد على الكلام ده، قدروا ان هم يتغلبوا عليها، قدروا ان هم يصنعوا لنفسهم مجد شخصي ومجد لبلدهم، ويحققوا انجازات كبيره جدا لبلدهم مصر. ويمكن خير مثال على كلامي ده هو بطلنا ولاعب منتخب مصر لرفع الاثقال، البطل الاولمبي كابتن محمد ايهاب، اللي كان عنده حلم انه يقف على منصات التتويج الاولمبيه، وبالفعل نجح وقدر ان هو يحصد برونزيه اولمبيات ريو دي جانيرو في 2016، وجت بعديها مكافاه القدر بتحويل البرونزيه لميداليه فضيه لو تفتكروا، بعد ما تم تجريد صاحب الميداليه الذهب من ميداليته بسبب المنشطات. لما عملوا تحليل للبطل لقوا ان هو ادرك في المنشطات، اتسحبت منه الميداليه والمركز الثاني بقى ذهب، وبطلنا الاولمبي محمد ايهاب من برونز بقى فضة.